السلام عليكم المشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم داخل المغرب وخارج المغرب، جميع خوتي كنسلم عليكم، كي دايرين؟ لاباس. نهار جديد وفيديو جديد ان شاء الله يا ربي. معكم يوميه فاطمه اختها. شكرا لكم اخوتي على التعاليق ديالكم، شكرا للناس اللي انضموا للقناه، شكرا بزاف كنشكركم. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد الكاشير تنصوبو دائما، وقلت اليوم غنشاركو معكم، راه زوين واقتصادي في متناول الجميع وكيجي زوين. بالنسبه لوليداتكم اللي كتشري داكشي الزنقه، من الاحسن صوبوه في الدار، كتعرفوا واش كتاكلوا، وزوين وصحي. وبغيت ان شاء الله نشاركو معكم، واجيو معايا ان شاء الله على المقادير. لاول مره تشوف القناه ما تنساش تضغط على الزر باش يوصل بالجديد ديالي انا واختي. وشكرا لكم اخوتي، وديروا لنا جيم فضلا وليس امرا، جيم 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 باش يتفعل شويه الفيديو وتفعل القناه شويه. وشكرا لكم اخوتي، تنشكركم كاملين. واجيو معايا ان شاء الله على المقادير، وغنوريكم المقادير دقه دقه على حساب ما كاينش لا يشد لي التليفون. هذيك ديال التليفون مهرسه لي مازال ما شريتهاش، ودابا المهم قلت غنشاركو معكم، وقبلوا لي على هذا الفيديو ان شاء الله يا ربي باذن الله. هانتوما خوتي رجعنا ان شاء الله على المقادير. هانتوما عندنا هذه الماكينه هذه، ولا ما كايناش ديروا مونيكس، حتى المونيكس كطحنها بحال بحال. المهم عندنا هذه الماكينه هذه ضروري خصو يتطحن. عندنا هنايا 4 ديال البيضات، ها هما راني حيدت لهم انا، غرستهم زعما سهلت عليا باش ما يجيش الفيديو طويل. عندنا هنا شويه ديال الكفته ديال اللحم، هذه ديال اللحم، الا بغيتو ديروا ديال البيبي ولا ديال الدجاج ديروها بحال بحال، المهم اللي بغيتو. الا المقادير هما هادو. عندنا هنايا شويه ديال الكمون، شويه ديال الملحه، شويه السودانيه، شويه الفلفل الحمراء الا بغيتو الحار، زيد وانا درت غير شويه على حسب باش ما يجيش حار. عندي هنا قزبر ومعدنوس مقطعين، عندي هنا نص كاس ديال الزيت. هاد الزيت هذه انا كنديرها فواحد القرعه مع شويه الفلفل الحمراء، وكتعطيني اللون، كنديرها لاي حاجه بغيت ندير لها اللون. هادي راه عندي دائما كتكون عندي في القرعه، كديروا الزيت الروميه ودير شويه معلقه ديال الفلفل الحمراء ولا جوج، وتخليوها في قرعه في الثلاجه وقت ما بغيتوها كديروها. عندي نص كاس ديال السميده، الا بغيتو تعوضوا السميده بالرز ديروا الرز. عندي الزيت الخضر مقطع، هو هذا غنديروه باش نشكلوه. ايوا هانتوما معايا ان شاء الله، نطحن نخوي هادشي هنا باش نطحنوه. هانتوما بسم الله على بركه الله، غادي نديرو هاد البيضات 4 قلنا ها هما. غادي نديرو هاد الكبيته هادي، نحلوها بحال هكا. هانتوما كيجي زوين هاد الكاشير. غادي نديرو هاد السميده، ديرو هاد الطريه اللي قلنا غنديرو، ها هي. ديرو هاد الربيع، راه كنخدم غير بيد وحده، ما بغيتش بالضبط خصني نصور لكم، كنتعذب شويه ولكن معليش ضروري غنصور لكم. عندي هاد الزيت هادي، ها هي. بغيتو ديرو الملون الصناعي ديروه، انا درت الاحمر احسن لي ما نشري داك الملون، كندير هكا. بغيتو تشريو الملون راه كيتباع. هاد الزيتون غنخليوه من بعد ما نديروهش دابا. المهم غنطحنو هاد الشيء، ثم غنطحنو الشيء، خصني نطحنو هكذا هاد الماكينه باش ما ندير لكم الصداع. نطحنو غنطحنو مزيان ونرجع معاه. ثم بعد ما طحنتو هو هذا كيجي في هاد الشكل هذا، ما كاينش التليفون باش ما وريته لكمش. هانتوما ثم ملي طحنتو انا درتو في هاد ميكا، هاد الميكا الغذائية، هاد الرولو هذا د الميكا، نتوما خصكم ديروه في هاد الرولو ولا ميكا تكون، المهم تكون ديال الماكلة مزيانة نقية فيها. غادي الرولو غنجيبو ليه هاد الزيتون، نتوما الزيتون غنديرو هنايا كدا، نسطفوه بحال هكدا هكا. حتى وحده صافي باش كيجي مقادر. دابا انا غادي نجمعو بحال هكذا، خصني ضروري جوج يدين نجمعو مزيان، وغنوري ملي نبغي نديرو في الماء غادي نوريكم كيفاش غندرلو. هانتوما معايا، هانتوما بعد ما رويتو كيجمعو هو هذا. دابا غادي ندير له هاد الباتي الومنيوم بحال هكذا، غادي نديرو غادي هانتوما غنرو ليه. هانتوما بعد ما رويتو هذا غنديرو الماء،
ثم هاني شاعل على الماء كيغلي، ها هو كل ما كيغلي ثم غنطلقو فيه هذا بسم الله. هانتوما بغيتو ديرو تبخرو بخرو، هو خصو يكون في الماء سخون. هانتوما بغيتو ديرو في شي طنجرة يتبخر بحال بحال، المهم ديرو في طنجرة ولا باش ما بغيتو. كنخليه واحد ساعة لا ربع ساعة عاد كيطيب، وغنرجع معاكم ان شاء الله نوريكم الكاشر كيفاش. هانتوما المشاهدين الكاشر ديالنا هو هذا، من بعد كيطيب راه تيجي زوين وتيجي لذيذ، كيجي بحال ديال الزنقة. هانتوما شاد راسو صامت، هانتوما داك الزيت اللي درتلو تيجي فيه المنظر فيه. هانتوما وهو هذا الكاشير ديالنا، شاركتو معاكم راه كيجي لذيذ بحال ديال مالين الحوانت بحال ديال الزنقة، وما كاينش حاجة صاوبتيها في الدار وتعطيها لوليداتك وعرفتي شنو غتعطيهم. وهاد الشي لي كاين راه ساهل، ماشي شي حاجة صعيبة زعما، ساهل ماشي شي حاجة كتكلف بزاف، كتعرفي راسك شنو تصاوبتي وشنو غتعطي لوليداتك. هو هاد الشي لي كاين، الكاشير ديالنا شاركتو معاكم. كنتمنى الفيديو يعجبكم، كون خفيف ظريف عليكم في هذا الفيديو، وما تنساوناش من اللايكات ومن البارطاج للفيديو ومن جيم، وتكملوا الفيديو شويه الله يجازيكم بخير باش تطلع لنا المشاهده، باش تكملوا لنا السوايع الله يجازيكم بخير. وشكرا لكم اخوتي بزاف، تنشكركم على التعاليق ديالكم وعلى الكومنتات الزوينه، وشكرا لكم بزاف بزاف كاع اللي تيدخل وتيشوف الفيديو تيكتب كومنتير، تنشكرو بزاف بزاف وتنقول له شكرا لك، الله يجعلها في ميزان حسناتكم جيم، وندخلوا عندكم ودخلوا عندنا وكنا، واللي كيتمنى شي حاجه يا ربي تسهلوا فيها. وشكرا لكم اخوتي، وبالسلامه عليكم فيديو اخر ان شاء الله ووصفه اخرى يا ربي يا ربي. وشكرا بزاف بزاف اخوتي، كنشكركم بزاف، وبالسلامه عليكم فيديو اخر ان شاء الله. هانتوما اخوتي الكاشر من بعد حيدته من الماء، جبتو من البوطة هو هدا، هانتوما كتيجي باقي من الفوق تميتة ديالو. غادي ندخلو التلاجة يبرد شوية، برد يشد راسو حتى يدخل التلاجة، عاد من بعد نحلو عاد نوريكم الشكل النهائي كيفاش جا. هانتوما الميكرا كيبها منو غيد بوحدة، هانتوما ندخلو التلاجة لو يبرد ونرجع معاكم ان شاء الله نوريكم كيفاش كيفاش نقطعو لكم تشوفو كيجي. ها كيجي زوين ولذيذ، راه بغيت دايره معاود غير دابا قلت نشاركو معاكم. ها هو هانتوما هو هذا الكشاف، وانا ندخلو شويه يبرد وعاد نقطعو لكم تشوفو كيجي. هانتوما معايا